الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين هم مجرد فزاعة آلية. نعم هم أقوياء، ذكرنا يملكون بنوك ومؤسسات وجمعيات نفحام وغيرهم، هم أخطبوط دولة ضخمة لها يعني ترتيبات ولها تصنيفات ولها إجراءات يعني إدارية وغيرها. نعم، ولكن اعتبار أن الإخوان المسلمين مثلا، أنا ألوم هذا التدخل بوجود الإخوان المسلمين أو السلف الصالح، جمعية إحياء التراث أو الجمعية الثقافية الإسلامية اللي تمثل الجانب الشيعي، أنا ما أعتقد أن هذا صحيح. الفكر الديني وجوده لا يعتمد على وجود جمعيات تدافع عنه أو تحميه أو تركز وجوده. هو في المقام الأول وجوده وجود شعبوي جماهيري، وجود عقلي. احنا علينا يعني عندما نريد ان نواجه هذه التيارات، الاخوان المسلمين، السلف، الجمعيه الثقافيه، لا نواجههم بشكلهم السياسي والاجتماعي والاداري، انما نواجه الثقافه التي يحملونها، الفكر الذي يستندون عليه، الهويه التي يختفون خلفها. فانا اعتقد السؤال واضح. نعم، محاوله تبرئة خلينا نقول الثقافة الموروثة أو العادات والتقاليد من السيطرة ومن الفشل ومن التخلف بإلقاء اللوم على الإخوان المسلمين وغيرهم، هذا خطأ. اللوم يقع بالمقام الأول على الإنسان نفسه، على المواطن نفسه، بأنه خضع لهذه التيارات، خضع لهذه الأفكار، وبالتالي هو مؤيد أو مستعبد لهذه التيارات ويقوم بدورهم، يؤدي دورهم يعني بالأحرى. فأنا أعتقد أن علينا الفصل ما بين الفكر الديني وما بين هذه التيارات والجماعات التي تستند على الفكر الديني في تحقيق مطالبهم. صحيح. باي ذا واي، هذا كان ريمايند، هو عزيز من الكويت، هو سميك. واعتقد ايضا ان المسلمين يمكن هالايام بعد دورهم شويه اقل اكثر، يعني كانوا قوتهم قبل كانوا اكثر بعد الاحداث الاخيره عالميا اتكلم يعني. لا لا لا، شوف يا روبي، هم هذا التيار او هذه الجماعه لا اعتقد انهم في مكان يعني نستطيع ان نقول بانهم اقوياء او ضعفاء. هم يكونون ضعفاء بإرادتهم إذا كان المجتمع والحكومة ضدهم، ويكونون أقوياء إذا دعمتهم الحكومة ودعمهم الشعب. الآن مثلا في الكويت، ضبط خلية إرهابية مصرية من عدد أفراد مصريين جاءوا من مصر إلى الكويت، يعني بدون ما حد يعرف كيف، بدون شلون إن مروا على الحدود الكويتية أو تم يعني جلبهم إلى الكويت، موجودين وتم القبض عليهم 15 شخص. هذه المقدرة الإخوانية على تواجدهم وعلى تمكنهم من المجتمع، لا يمكن أن نقول بأنهم ضعفاء في فترة أو أقوياء في فترة. هم أقوياء في كل الفترات، هم أقوياء في كل الفترات. هم يعني ملايين من الأفراد يتبعونهم، مليارات من الدولارات تحت أمرهم، يدفعون لمن يتعاون معهم، يدفعون. يعني تخيلي، يعني أي شخص من الأخوان يتوفى يتم الدفع لعائلته. تخيلي شيء، إيه، يتم الدفع لعائلته بكل بساطة، ما عندهم أي إشكالية. فهم أقوياء، ولكن يختفون أي يتوارون على الأنظار إذا كان هناك المجتمع ضدهم، إذا كان خصوصا يعني في حال الحين الكويت المسك قضية، فيتوارون رغم أنهم بالكويت لم يتواروا. صرح كذا عضو سابق وصرح كذا نائب في مجلس الأمة حاليا بأن حرام، لا، أن الإخوان المسلمين جماعة إسلامية سياسية سلمية لا تهدف إلى عمل أضرار. وما يعني تخيلي بأن هذه الجماعة تملك القوة وصف. بس حتى أموال
تم حصرها يعني تدقيق عليها، خصوصا من بعد الأعمال الإرهابية وطلب أمريكا أنها تعمل تدقيق على كل الحسابات الداخلة والطالع. ما تعتقد أن هذا خفف شوية من سيطرتهم، خصوصا إذا أنت ما عندك المال يعني ما تستطيع التحكم بالوارد اللي تورده من المال أو كيفية سيره، هذا ممكن أيضا يأخذ من سلطتك شوي؟ قد يخفف ولكن لا يلغي. قد يخفف ولكن لا يلغي، أنا لا أعتقد. لماذا؟ نحن لا نتهم أحد، نحن نتكلم على أرض الواقع. كم جمعية خيرية في الكويت؟ كم مبرة؟ كم شخص يتعامل مع الإخوان المسلمين وغيرهم؟ بالمئات، بالآلاف، أنا ما أقول لك بالمئات، بالآلاف يتعاملون. هل تعتقدين بأنهم أغبياء؟ هم ليسوا أغبياء، هم استطاع الوصول إلى السلطة في مصر في غفلة من الزمن، استطاع الوصول إلى السلطة. فأنا أعتقد أن هم أصبحوا أكثر حرصا وليسوا أكثر اختباء. هم أذكياء، هم يعرفون ماذا يعملون، يملكون الكثير من الطرق والمنافذ الأخرى. تم توصيف جمعيتهم أو حزبهم الإخوان المسلمين بالإرهابي في كثير من البلدان العربية والإسلامية، ولكنهم أنا أعتقد عندهم منافذ كثيرة وعندهم طرق وإجراءات باستطاعتهم أن يعني يكونون فاعلين في أي مجتمع. لأن من يحركهم للأسف، يعني إحنا نتكلم بأنهم يستخدمون العاطفة الدينية، والعاطفة الدينية بإمكانها تخدع أي إنسان ساذج، أي إنسان أمي، أي إنسان يعتقد فعلا بأن عندما يساعد شخص بأنه هو يساعد الدين، بأنه هو يقدم خدمة إلى الدين، من هذه الديباجة الكبيرة. فأنا أعتقد أنهم أذكى من هذا الأمر.